تضيفوا على عشان كده مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة عبر ببالغ الحزن والأسى عن تعازيه ومشاطرته لنادي الزمالك الشقيق في مصابه الأليم برحيل المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمرضه بفيروس كورونا. تم اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد تشييع جثمان الفقيد الكبير بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي حرص وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي على أن يكونوا في مقدمة مشيع جنازة الفقيد الكبير وتقديم التعازي لأسرته ولكل أبناء ومحبي نادي الزمالك. هناك رسالة جانبية ولكن رئيسية في هذا الخبر المفجع ان كورونا يا جماعه ما بتهزرش ولازم نخلي بالنا وناخد بالنا قوي 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 وخصوصا شبابنا واولادنا اللي واخدين الدنيا كده نرجو ان احنا نهتم الموضوع بقى مرعب. مؤكد ان هي طبعا عظه وعبره في الموت كما في فكره الموت ايا كانت الاسباب لكن على ذكر كورونا فعلا كانت المسألة فادحة جدا وكان المصاب جلل أسرة نادي الزمالك معها أسرة النادي الأهلي معها عدد كبير من محب الفقيد الكبير من رجال القضاء لأنه المستشار أحمد البكري واحد من رجال القضاء الأجلاء اللي حرصوا جميعا على تشييع جثمانه وتلقي واجب العزاء يوم الأحد في مسجد الحمدية الشاذلية رحمة الله عليه. وهو يعني ترك رسالة لا تنسى ولا يمكن تجاهلها لمن يأتي بعد إن الرياضة لها مفهوم ولها رسالة ما هياش تلقيح كلام وتبادل اتهامات وتراشق ولو إن ما كانش فيه تراشق كان يعني رشق رشق بلا تراشق رشق بلا تراشق أيضا فقدت المحلة نجما من نجومها البارزين رحمة الله عليه كابتن محمد فايز نجم المحلة ومدرب المحلة ومدرب ألعاب دمنهور أيضا وفاته المنية هذا الأسبوع لنادي المحلة ولجماهير المحلة الكبيرة ولأسرته الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله. ومن كام يوم أمين دابو النجم المصري السنغالي الإسماعيلاوي الجدة الأهلاوي أهل جدة يعني وأحد النجوم البارزة يعني من موهبته الفذة أظن تجنس صحيح ولعب اعتقد في المنتخب السعودي رحمة الله على الجميع وربنا هي يعني شوف احنا بنسلم بعض كلنا خلينا واقعيين لكن ناخذ بالاسباب ونتعلم من دروس الوفاه.